عبد المنعم، كريم يحيى باك رايت زي ما قلت لكم لعيب كويس، محمد عبد المنعم، مصطفى فرماوي الاثنين سرد باكات، واحمد حاتم ومصطفى عزت لعيب كويس برضو، عربي بدر ده 2001 يعني الاشار اليه كابتن عادل عبد الرحمن، محمد فخري، يوسف علاء ومصطفى بدري في وسط الملعب، وكان هشام شعبان اللي هو كان رجل المباراه. اوكي، حراسه المرمى في الاهلي مهم قوي وفي الناشئين مهمه جدا، ولو عملنا احصائيه مثلا هنلاقي ان احنا بنعاني فيها من 10 سنين فاتوا، فمحتاجين يعني موجود دلوقتي مصطفى شوبير، موجود احمد طارق سليمان، اللي جاي في حمزه 2001 برضو جول كويس، فان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى احسن. هقول شويه اخبار سريعه كده وبعدين استقبل ضيوفنا. 20 لاعب في قائمه الاهلي: محمد الشناوي، علي لطفي، ايمن اشرف، محمد هاني، سليف كلوبالي، محمد نجيب، احمد فتحي واحمد علاء، هشام محمد، كريم ندفت، واسلام محارب، ومحمد شريف، وناصر ماهر، واكرم توفيق، احمد حمودي، وميدو جابر، ومؤمن زكريا، وصلاح محسن، ووليد ازارو، ومروان محسن. كان في فقره تدريبيه عن العرضيات مهمه جدا في التدريب. مصطفى كمال مدرب حراس المرمى كان في كلام مع حراس المرمى شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، يعني بيتكلم معاهم. مهم قوي التواصل سواء كان في الامور الفنيه او حتى في الامور الشخصيه، كلام كتير قوي، كلام حلو يعني، الكلام في الملعب ما بيبقاش سيء، بالعكس بيفيد يعني. احمد الشيخ مش فاهم برضو، احمد الشيخ بقاله فتره غايب جدا يعني. تعال اقول لك كلمه لاحمد الشيخ يلا بالمره. احمد حبيبي انت لعيب كويس ولعيب هايل، لكن مش ممكن ابدا الموضوع يقف عند مصر المقصه، مع احترامي الكامل لمصر المقصه. في فترات من عمرك بتاديها بشكل كويس جدا، لكن الاهلي حاجه تانية، الاهلي نوعيه تانية. انا يعني انا بحبك جدا وانت عارف كويس قوي ان انا علاقتي بيك كويسه، وانت من الناس اللي بعتز بيها وكل حاجه، لكن انا مش عاجبني بقولها لك على الهوا. حتى في لعيب كوره مهم قوي 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 التواجد في الاماكن المناسبه للعيب الكوره. لعيب الكوره شخصيه عامه، له مطلق الحريه في امور الشخصيه والامور العائليه وكل حاجه، لكن في اوقات في وقت لازم ابقى عارف كويس قوي ان انا مسؤول بشكل رهيب جدا. انا صعبان عليا الامكانيات والقدرات ديت، صعبان عليا، وما تلومش حد، اشتغل على نفسك. صعبان عليا ان يبقى في واحد بالامكانيات دي والقدرات ديت ومش موجود في الاختيارات بتاعه المنتخب، مش موجود حتى في اختيارات الاهلي، مش موجود. وما تلومش حد، لا تلوم الجهاز ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله، مش ممكن كلهم يبقى عندهم نفس الطريق. يا احمد انت عايز ايه؟ عايز يمين ولا عايز شمال؟ عايز ابقى موجود في الساحل ولا موجود في الجزيره؟ عايز ايه؟ ده مهم جدا يوصل لك. انت انا صعبان عليا بقول لك كده لان انا عارف القدرات اللي قدامي، فيا رب باذن الله اللي جاي يبقى بالنسبه لك احسن.